السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو هنتناول تقارير الحسابات العامة. أولا عندي التقارير الخاصة بالحسابات العامة، عندي دفتر الأستاذ، عندي ميزان مراجعة تفصيلي وميزان مراجعة إجمالي، عندي تقارير ختامية زي الميزانية العامة وقائمة الدخل، عندي تقرير خاص بمراكز التكلفة، عندي كشف حساب، عندي بضاعة آخر المدة، وده خاص بتقييم المخزون أو تقييم بضاعة آخر المدة في البرنامج. هنشوف تقرير دفتر الأستاذ. نختار تقرير دفتر الأستاذ، بلاقي عندي الحساب رقم أو اسم والفترة اللي عايز أبحث عليها، الفترة مالية ويكون من 1/10. عايز تقرير بحساب الموردين أو مورد نقدي، بختار التقرير وأعمل عرض، بلاقي يظهر التقرير بالشكل ده. كان عندي رصيد افتتاح المورد ده 0، حصل المورد ده فاتورة شراء ناتج عنها قيد ان هو المورد ده بقى دائن، بقى رصيده دائن بالمبلغ ده، ثم سنة صرف سداد لقيمة فاتورة الشراء أصبح رصيده عندي 0، ثم فاتورة مشتريات تانية وسداد ليها ومرتجع، وفي الآخر بلاقي عندي إجمالي الحركة الدائن المدين، فالرصيد في الآخر 0. ولو روحنا برضو لحساب تاني وليكن الخزينة، عملنا عرض النتائج بلاقي كشف حساب لخزينة برضو بكل سنوات الصرف والقبض، ورصيد التوتال للخزينة هو الفرق بين الدائن والمدين، ولا هنا الرصيد بقى دائن قيمته 1500 جنيه أو ريال. عايز أعمل طباعة، بعمل معاينة، بيظهر لي تقرير الطباعة، وبالمثل برضه هو تقرير كشف حساب. لو جينا برضو عايزين نعمل تقرير خزنة هو نفس التقرير، ده نفس التقرير معايا في كشف حساب. هنرجع تاني للتقرير التالت، عندي هو ميزان المراجعة الإجمالي. ميزان المراجعة هنا بيعرض معايا، أقدر منه بيعرض معايا كل الحسابات إجمالي الحركات اللي حصلت على الحساب. لما عندي الحساب رصيد سابق حركات خلال الفترة ميزان المجاميع. لو كان عايز اعمل التقرير من يوم 1/10 لحد النهاردة، بلا عندي اسم الحساب، ما كانش عندي ارصدة سابقة، حصل حركات خلال الفترة كدائن بالقيمة دي ومدين بالقيمة، مدين بالقيمة دي ودائن بالقيمة دي. ميزان المجاميع هو الرصيد السابق مجموع عن الحركات. الرصيد الختامي هو الفرق بين الدائن والمدين، ولا هنا الحساب ده رصيد ختامي مدين. هلاقي في الاخر ان حصل في ميزان المراجعة ان حصل اتزان بين الاطراف الدائن والمدين، وده عندي ميزان المراجعة بتاعي. في الفيديو التالي هنتناول التقارير الختامية. شكرا.